قررت المؤسسة الفنية تحت عنوان كشف التحقيقات تقديم نتائج التحقيقات والأبحاث العادية والتحريات الميدانية الموثوقة مع احترام التسلسل الزمني، ولذلك أستسمحكم بتقديم للتفكير فقط المواضيع التالية: انطلاقا من صريحة يوم 6 فبراير وبمطاف المنزل تاريخ اغتيال الشهيد شكري بن عيد، وبانطلاق تنحاب على مستوى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية أمكن إيقاف كل من محمد علي ضمر، ياسر الوالدي، محمد بن الجاشر، ثم بالتنسيق بين الشرطة والحرس تمكنت ذات الإدارة الفرعية من كشف عن الفاعلين الأصليين وهم على التوالي كمال الجابري، أحمد الرميسي، لطفي الزين، مروان حصالح، سلمان مراكشي، عز الدين عبد اللاوي، كريم الكلاعي، صابر المسجدي، قيسم شالة، ياسين الفرشيشي، علي الحرزي، أبو بكر العكي. وقد قلت في المرة الفارقة أن هذا الشخص هو من آخر اكتشافات ونجاحات قضية المرحوم شكري بن عيد، يحمل الجنسية المزدوجة من جنسية فرنسية، عاد إلى التراب التونسي بعد صدور العقد التشريعي العام لبنان الثورة، أثبتت التحريات تردده على منزل تشير أي غزال، وقد تمت مداهمة هذا المنزل يوم 17 جويلية، أين تم حشد العديد من الوسائل الاتصال والأسلحة والذخيرة وأسلحة بيضاء وقنابل يدوية. وبناء على المعلومات من الأسحار العرضية والتحريات الاستعلامية، تم حماية عديد من الأشخاص الذين هم محل تهديد. بالنسبة للشهيد محمد فرعون، كذلك أن الإرهابي الذي يكنى بالصومالي هو من تربيته علاقة جوار بالضحية ويقتل بالقرب من منزل الشهيد، بالإضافة إلى أن الإرهابي مبكر الحكيم يتردد على منزل أحد أقاربه من ذات الحي، وقد تكون الصدفة التي جمعت هذا وذاك بعد عودته من سوريا عجلت باغتيال الشهيد محمد إبراهيم.